السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكون دايما بخير. قناة بسيطة اندرويد بتقدم لك في الفيديو ده طريقة إعادة ضبط المصنع من الإعدادات للهاتف أوبو A52 موديل CBH2061 إصدار الأندرويد 11. قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو، يا ريت لو تبص بصة على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات أو فيديوهات جديدة خاصة بالهاتف، لأن كل يوم فيه جديد. طريقة الضبط من الإعدادات مش بنستخدمها إلا في حالة معرفتك للنمط أو كلمة مرور الهاتف. لو مش عارف النمط أو كلمة المرور، هتلاقي في وصف الفيديو طريقة الضبط من الريكفري. للأسف إعادة ضبط المصنع من الإعدادات هتحذف كل بياناتك الشخصية زي الصور والفيديو وغيرهم، يفضل لو تنقلهم أو تاخد الملفات اللي محتاجها الأول. والضبط من الإعدادات مش بيوقف الهاتف على حساب جوجل نهائيا في أي جهاز. في البداية ادخل على الضبط أو الإعدادات، انزل للأسفل وادخل على الإعدادات الإضافية، نسخ احتياطي وإعادة تعيين، محو جميع البيانات، محو كل البيانات، محو كل البيانات. الهاتف هيعمل إعادة تشغيل وفي الغالب هيفضل متوقف على شعار أوبو لمدة 5 دقايق تقريبا.
بعد عادة تشغيل الهاتف اختر اللغة، اضغط على التالي، حدد الدولة أو المنطقة، اضغط على التالي، حدد مربع قراءة الشروط أعلاه، اضغط على التالي، تجاوز، التالي، قبول، لاحقا، لاحقا، التالي، 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 البدء. تم عمل إعادة ضبط المصنع للجهاز من داخل الإعدادات بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبك وأكون قدرت أقدم حاجة مفيدة. أتمنى لك دوام الصحة والعافية.